المكسور والقدر الدوار، عيون الخيران وقلوب الغرقاني، خلوا صبح الليل يطل من الاسرار. قاسي يا زمان عقلوب مشتاقه تتهاوى الاحزان من لما نتلاقى. قاسي يا زمان والدمعه حراقه وسنين النسيان لفتات البراءه. جو الايام عالحب والحنين وسكوت السلام عالقلب الحزين، يا خبز ومزروع عم يشرب الدموع رح يضحك بذنوب ولو كانت تشرين. قاسي يا زمان عقلوب مشتاقه تتهاوى الاحزان من لما نتلاقى. قاسي يا زمان والدمعة حراقة عسنين النسيان لفتات البراءة. انت مين؟ ليش واقف على الباب؟ ناطر الاذن حتى تسمحوا لي فوت. مين بدك؟ انا ما بدي حدا، جاي داوي ياسمينة وامشي. انت حكيم؟ بعرف داوي جريح. ما عنا حدا بهالاسم ولا عنا جريح بهالبيت. ليش بعدك واقف؟ شو بيظهر ما سمعتني؟ لا، قلت لك ما عنا حدا بهالاسم. هلا سمعت؟ كمان لا. شو انت اطرش؟ ديني ما بيسمعوا الا اذا كان الكلام صادق. روح فل من هون، واحد بلا تهذيب. ماما ممكن تتركينا على وحدنا؟ تحت الباب. واخيرا حياة إنسان بتساوي أكتر من خصلة شعر، بيعها. نسوان البشوات والأهوات عم يدفعوا كتير حتى يتزينوا. خد للذكرى، احتفظي فيها. إمتى رح يوعى؟ طمني، رح يوعى ويعيش. حضرتك حكيم؟ أنا طبيب بيطري. هين علي كتير شيل رصاصة من كتف شدابة، بقرة، حصان، عنزة، لكن إني شيل رصاصة من كتف إنسان هاي الشغلة كتير صعبة علي. جاوبني إذا بتريد. سألتك إذا كنت حكيم. وين ياسمينة؟ مين طلبك؟ الست اللي كانت جاي تشوف بنتها وشحطوها، هي اللي طلبتني. كانت هون؟ إذا ما كانت هون، كيف عرفت أنا؟ ياسمينة عندها شظية بإجرها، قادر تسعفها؟ إن شاء الله. يعني أنت حكيم؟ حكيم بيطري بس شاطر، شلت كتير شظايا من الدواب. بيطري؟ شو قادر تعمل إذا كنت بيطري؟ بدل ما تتطلع فيي، تفضل إذا بتريد جاوبني. كيف الجرح اللي بكتفك؟ نعم؟ اللي قدر يداويك ويسعفك بيقدر يداوي ياسمينة. أنت؟ أنا البيطر اللي خيط جرحك بإبرة خياطة وبخيط من مصارين الدواب. أنت؟ رغم إنه رصاصة كانت غميقة نجحت وشلتها. أكيد نجحت وشلتها. ما شاء الله شايفك قدامي مثل الحصان بأحسن وأحلى صحة. اسم الله عليك. عندي كتير أسئلة، يا ريت بتجاوبني عليها. بعد ما أسعف ياسمينة مستعد جاوبك على أي سؤال. الحكيم؟ إذا ما في إزعاج بدي أكون معها لوحدي. لو سمحت. آدم؟ البيطري آدم كيوان اللي اشتاق لأنبل وأوفى وأخلص بنت صادفها بيوم من الأيام. كيف عرفت؟ مين طلبك؟ ماما نسب. وفري قوتك، عنا شغل كتير هلا، بعدين بنحكي. عشت حياتي كلها ما سمعت بحكيم بيطري بطبب الناس. كان لازم ناخدها على المستشفى. بزيادة علي يا حكيم بيطري. كريمي، هيدا البيطري هو اللي اعتنى فيي وطببني لما كنت جريح. كيف؟ هو اللي حكمك؟ هو اللي عمل جراحة وشال رصاصة من كتفي. منيح ما اذاك. كيف سلمت نفسك؟ ليش أنا كنت واعي؟ لما وعيت لقيت حالي بأبو، خفت وطلعت منه فورا. مشيت كتير لبين ما لقيت ابن حلال وصلني على البيت. شي عجيب. بتعتقد قادر يشفي ياسمينة؟ كتير بالك مشغول عليها؟ بالإذن، صار لازم انزل على الحقل يشوف العمال وتفقد الزرع. ما تعبت من سيرة هالبنت؟ ولا رح اتعب. ليه؟ عندي اسبابي. بس لو بتعطيني سبب واحد من هالاسباب. هيدي امور بتخصني وحدي وبس. انا ابنك والي حق اعرف. لما وصلت ياسمينة كان في معها مكتوب. شو كان في بهالمكتوب؟ ما في شي مهم. لامتى رح تخبي؟ لامتى رح تدفني هالسر بقلبك؟ ما عندي شي اقوله. اكيد عندك وما بدك تقولي. شو بدك نادر؟ بدك اخترع لك كذبه حتى تبطل تسأل؟ إذا بقيتي ساكتة أنا رح فتش بنفسي عن الحقيقة. حقيقة شو؟ لما بعرفها بقلك. ما تتعب ولا تفتش. أنا مستعدة لك. تفضلي، عم اسمعك. أنا مرة يا ابني. كل مرة بتغار. بتغاري من ياسمينة؟ بيك يا نادر عم بيتصرف مثل شاب بأول عمره، مفكر حاله انه قادر يعطي قلبه لياسمينة وقادر ينغرم فيها وتنغرم فيه. هيدا سبب كرهي إلها وحقدي عليها. بيي؟ ما بدي حدا يشاركني هالعذاب. بيي وياسمينة؟ يا ريت ما خبرتك، يا ريت ما قلتلك. كان مفروض ضل ساكتة حتى ما اشغلك فكرك معي. بفتش عليك، وين كنت؟ كنت عم بتجول بهالبيت الكبير، الواضح انكم عايشين بنعيم. طبعا بلا حسينة. كيف ياسمينة؟ بخير. رح تشفى؟ قريبا. ايه متى؟ قريبا. ايه بس قريبا بعد كم يوم؟ مستعجل؟ لا ابدا، انا بس بدي اعرف متى بتصير قادرة انها تمشي. اطمن، رح تمشي كم يوم على العكاز وبعدين كل شيء بصير طبيعي. بس ما في وقت محدد؟ حسب. حسب شو؟ ياسمينة صار لازم تغادرنا وتروح لضيعتها وبيتها قبل ما تشوف بيها وتتعرف عليه. مين هو اللي خبرك؟ امها نسب. اه انت بتعرف نسب وياسمينة من زمان؟ مش من زمان، بس يا ريت بتقلي شو بتعرف عن ياسمينة. بعرف قد ما انت بتعرف. هالبنت عطوفة وحنونة وبتحب الناس. طبعا انت بتعرف لولا ياسمينة كنت هلا انت منك عايش. نعم. شو قلت؟ لولاها كنت انت هلا بدنيا تاني. شو دخل ياسمينة بموتي او حياتي؟ غريب، ما خبرتك؟ عن شو بدها تخبرني؟ كنت نص ميت وعم تنزف لما ياسمينة حملتك مع نسب وحطوك بالابو وطلبوني حتى داويك. ياسمينة؟ كانت ليل نهار تهتم فيك، كانت تداويك وتطعميك، وكانت تغير لك على جرحك. أنا مستغرب ليش بقيت ساكتة لهلا وما خبرتك. أنا أكيد إنك صادق وكلامك صحيح. كنت عارف؟ لا ما كنت عارف. كنت استغرب قد إيه صوت ياسمينة بيشبه صوت البنت اللي كانت عم تداويني. أنا كنت بين الواعي والغايب، حتى وجهها ما كنت أقدر أشوفه. هلا صرت تعرف. أنا مثلك مستغرب، ليه بقيت ساكتة وما قالت لي؟ حتى نعرف الجواب لازم نسألها إلها. طولك يا ليل، لا قادرة انام ولا قادرة اغفى قبل ما اروح اطمن على بنتي ياسمينة. وينك يا ضو؟ اطلع وخلصنا. شوية نور بس تشوف طريقي. صار لي اسبوع ما عرفت شي عن هالبنت. يلا ياسمينة، عم أهلك عم أهلك عم أهلك، ما تنحني قربي، خلي أيوه خلي ظهرك جالس هيك، نظرك لفوق. إيه برافو، يلا شوي شوي، يلا عم بوجع. موجوعة؟ إيه شوي 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 شوي، بدي أشوف قدامي صبية مش ختيارة. عم أهلك هيك حس حالي. موجوعة؟ الوجع كتير خف. كل خطوة بتعمليها اعمليها بثقة وبدون خوف. انت قادرة تمشي أحسن من هيك بكتير. رح جرب. يلا عملي عملي. أيوه برافو. شو عم بيعمل البيطري بأوضة البنات؟ شو شايفة حضرتك يا ست؟ شايفة العيب. ساعة 6 الصبح. بالنسبة للعيب اطمني، الجرح اندمل والالتهابات خفت، وخلال 48 ساعة ياسمينة قادرة تمشي وتتمشى. أنا ما عم بحكي عن العيب يلي بالجرح يا بيطري، أنا عم بعترض على وجودك بأوضة البنات. أنا قصدت العيب اللي بالجرح، وأي كلام تاني بالنسبة لإلي هو كلام تافه. بعتقد راحت زعلانة منك. ما تغير شي بطبعها، مثل ما دخلت راحت. ما تخافي، كملي التمرين حبيبتي، كملي. عملك. أيوة عملك. شوي شوي. شدي أنت. طيب. بشو عم تفكر؟ ما في شيء مهم فكر فيه إلا بنتي ياسمينة. أولك معقول تكون سعيدة أو حزينة وتعيسة، يمكن ملت، يمكن ضجرت هي ونطرتني، وعدت نفسي لاقيها بأقرب فرصة، بس للأسف تأخرت كتير. ايه بس الظروف ما ساعدتنا نهرب، وانت بتعرف امتين لازم نتحرك. صلنا يومين ما سمعنا صوت مدافع، بيظهر في هدنة وفي مفاوضات. أنا بفضل نهرب وقت الحرب حامية والنيران كتيرة، يعني وقت الفوضى. إن شاء الله تكون هالهدنة قصيرة. شوف مين جاي، هيئته ابن الكلب قصدنا. اتركه علي، أنا بحكي معه. خد راحتك، أصلاً أنا مالي جلدته ولا قادر أصبر عليه. العوافي اللي بعده. شو بدك؟ شو جاي تقول؟ كان لازم تردوا السلام بالأول. منرد السلام من بعد ما تحكي ونسمعك. أنا جاي أتعرف، تلاتتنا اولاد بلد ومصيرنا واحد، وما حدا بيعرف اذا رح نطلع ميتين او طيبين من الحرب. اللي مثلك ما بينخاف عليه، اعماركم طويله. اذا كنا تلاتتنا اولاد البلد، ليه بدك تلبسني تهمه انا بريء منها؟ خبرته؟ أنا ما بحب أحكي، بس بدي أكد لك، لو ما كان بريء كنت سمعت منك وسلمته. بيظهر إنك وفي لإله، كتير وفي. يا خسارة كنت خلصت أنا وياك من هالحرب واشتغلنا بالمكاتب بدل ما رايحين بإجرينا على الموت. اسمعني منيح، أنا لا بعرفك ولا أنت بتعرفني، ولا شايفك ولا أنت شايفني. بعرفك وبتعرفني، شايفك وشايفني، بس للأسف ناسي اسمك. اسمي مش مهم، أنا بريء من تهمة القتل. حط براسك إني بريء وكف لسانك عني، أحسن ما تعيش كل حياتك وعمرك أخرس. وين بدك تروح؟ يوما ما حتذكر اسمك، وبعد ما افسد عليك انت حتكون بالقبر وانا حكون بامن وسلام، بعيد عن الجبهه، بعيد عن الموت. لوين؟ ما بدي خليه يغيب عن عيني. لهلا ما بيخوف لانه ناسي اسمي. رجعوا خلينا نفكر كيف لازم نخلص منه. ما رح يخلصنا منه الا قصف عمره. طمن، ما رح خلي حدا يوصلني لحبل المشنقة. فايقة قبل الشحادة وبنتها وجاي حتى تخربين لي بيتي؟ ناوية تشردين وتشحطيني من شغلي؟ أنا مش طالبة تفتح لي البوابة، ولا ناوية فوت لجوا. روح، روح سلم لي على البنت، إلا دخيلك اطمني عليها، جيب لي منها شي كلمتين يفرفحوا لي قلبي، الله يوفقك. حرام عليك يا مخلوقة، عم تطلبي مني المستحيل. إذا بعمل اللي عم تطلبيه مني، الست بترميني برا. إذا بتجيب لي كلمتين من ياسمينة، بعطيك متليك، حلي في درسك. عم باكل وبشرب وبحلي درسي بهالبيت. ما رح بيع عيشتي ومعيشتي بمتليك. خلي متليكك بعبك وروحي من هون. ليك من هون مني رايحة قبل ما تطمني على بنتي واعرف كيف صارت. أنا ناوي أرفع المسؤولية عن حالي، لأنه الحكي معك ما رح يفيد. يقطع هالأيام، حتى الخدم صايرين بلا قلب مثله مثل البشوات. لك تفوه. يلي بيفوت على أوضة البنات الساعة 6 الصبح بيكون رجال بلا أخلاق. بيكون فات يطمن على ياسمينة. 6 الصبح؟ ولو شو بصرها بنومه؟ شيلي الأفكار السوداء من راسك. الإنسان منه قد جدة، بس قد جدة. ما أبيخك وجوابك أبيخ منك. صباح الخير يا ست. شو في؟ هيدي المرة رجعت يا ست، مرة عنيدة ما عم تفهم علي لا بالمنيح ولا بالعاطل. يلا عمالك منيح، برافو. ياسمينة. نعم. هيدا التمرين لازم تعمليه 3 مرات بالنهار، وكل مرة مش أقل من 10 دقايق. تعبت معي كتير، ما بعرف كيف بدي أشكرك. اليوم يوم فرحي يا ياسمينة، كنت تعبت كتير لو تأخرتي حتى توقفي على رجليك. عادي، صار فيكي ترتاحي. بتآمن بالقدر؟ نعم ياسمينة، أنا بآمن بالقدر. قدري التقى فيك وبطيبة قلبك. قدري التقى بالجمال مع الصدق والوفاء والإخلاص. بابنا ما بينفتح لأي غريب أو غريبة، لا لمرة ولا لرجال. معي خبر. شو بدك من ياسمينة؟ بكفي تعرفي حضرتك إني أم، حتى تخبريني عنها كل شي. أم؟ ربيتها بدموع عيوني، كل شبر بندر، بس بدي أطمن عنها، أعرف كيفها، كيف الجرح اللي بإجرها، مرتاحة موجوعة. عندي كلمتين بدي اقول لك اياهم. البنت ناطرة بي عنا، صحتها كتير منيحة، ما بتشكي من شي، وإذا بدك تضلك رايحة جاية لعنا خديها معك. أنا مش طالبة إلا أطمن عليها، أكيد إنه صحتها منيحة نحن ما تعودنا نكذب. صحتها كتير منيحة بس بالوقت الحاضر ما بيسوى تمشي كتير على إجرها، يعني ما بتقدر تجي تشوفك. ولا أنا بقدر شوفها. مع السلامة. المهم صحتك منيحة يا بنتي. نشكر الله، نشكر الله. سمية؟ نعم. ولا مرة شفت مسحة الحزن على وجهك يا بنتي. من كم يوم وانت على هالحالة، شو اللي شغلك بالك؟ ولا شيء أبدا. كل هالهدوء والسكوت والتفكير الطويل من دون سبب؟ سببه هالجو، جو الحرب، إنه شيء بيزهق. صرنا مدة عايشين أنا وياكي بهالجو. شو اللي جد يا بنتي؟ بدك الصراحة يا بابا؟ كل عمري صارحك وتصارحيني. قولي يا بنتي. خايفة يكون نادر تغير معي. ما فهمت شو قصدك؟ حديثه معي كان واضح وصريح دايما. صار معي جدي أكتر. على الحرب خلته يعيد حساباته لأنه ما بتفرق بين غني وفقير. على المدفعية بتنزل عروس الكل، الأفندي، الباشا، العامل، الفلاح، الآغا. ليه عم بيقول هيدا الكلام إلي بالذات؟ منك مقصودة بهالكلام يا سمية. نادر عم يشكي لك همه من الحرب. رح كون معك صريحة أكتر. ما تخلي شي بقلبك، قولي يا بنتي كل شي. أنا بعرف إنه الشباب بحبوا يعملوا نزوة مع أي بنت، حتى لو كانوا بحبوا أو خاطبين. كملي سامعك. خايفة نادر يعمل هالنزوة مع ياسمينة. خايفة تكون هالبنت اللي عزمها على الرقص عجبته. سافر عطر النور بالعمر مشوار، والأمل مكسور والقدر دوار. عيون الخيران وقلوب الغرقاني حلوا صبح الليل يطل من الأسرار. آسيا زمان عقلوب مشتاقة تتهاوى الأحزان لما نتلاقى. أزياء زمان والدمعة حراقة وسنين النسيان لفتات البراءة. جور الأيام عالحب والحنين وسكوت السلام عالقلب الحزين. يا خبز ومزروع عم يشرب الدموع رح يضحك بذوق ولو كانت تشرين قاسية زمان عقلوب مشتاقة تتهوى الأحزان من لما نتلاقى قاسية زمان والدمعة حرقة عسنين النسيان ولفتات